هل يجوز حذف العارضين وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟ لا أعلم. حذف اللحية كرامة من الله المؤمن من الرجل، جعله الله كرامة للرجل، وجعل الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة الذين يحلقون لحاهم، هي زينة الرجال وهي نور في الوجه، وهي ميزة له عن النساء، فلا يجوز له ان يتعرض لها بحق ولا قص، فلا يحلقها ولا يقصها ولا يحلق العارضين مع الخدين، لان اللحيه اسم للشعر يجب على اللحيين والذقن، فاذا الخدين والذقن هو اللحيه، شعر الخدين والذقن اللي تحت الشبكه السفلى هذا هو اللحيه، فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب اكرامها واعفاؤها وتوفيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وقص الشوارب، وقال خاله المشركين قصوا الشوارب واعفوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام جوزوا الشوارب وأرخوا اللحى خاله المجوس، وفي لفظ وفروا اللحى وأوفوا اللحى على المسلم أن يوفرها ويوقيها ويحرم عليه قصها أو حلقها، هذا هو الواجب على المسلم، ولا ينبغي أن يرضى بأن يشابه أخته وبنته وعمته وأمه، بل ينبغي أن يخدمها ويوكلها حتى يبقى على سمة الرجال ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس والمشركين الذين يحلقونها ويلقون السبالات وهي الشوارب، فالسالم يقص ويحفى واللحية تعلى وتوخى، هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، والله المستعان. نعم. لكن يقولون إذا جبت لهم هذا الكلام هذا، نعم. قالوا إن المشركين الآن في الكفار يصدون لحاف. إذا وفروها الحمد لله، صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد. عسى الله مسلمون. وإذا وافقونا في الخير ما كان، لا ما نوافقوا في الشر. وإذا وافقونا ووافقوا لحاهم وأسلموا ودخلوا في دين الله فأهلا وسهلا. طيب. لكن إذا حلقوا إذا وفروها الحلق، وإذا صلوا ما نصلي، وإذا زكوا ما نزكي حتى تعرفوا، لا الذي جاء بالشر فعلوا، الذي جاء بالشر فعلوا، فإذا وفروا أخطأوا أخطأوا الحمد لله، وإن خالفونا فنحن على ديننا وهم على دينهم، لكم دينكم ودينكم.